رحلة إلى موقع تخييم ينتهي بمأساة لا تزال تفاصيلها لغزاً مقلقاً. في قلب المناظر الطبيعية الهادئة في ولاية تينيسي، اتخذت نزهة صيفية تبدو مثالية منعطفاً مخيفاً. شرعت لورين تايلور آجي البالغة من العمر 21 عاماً في مغامرة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء في وايك فيست، وهي بطولة سنوية للتزلج على الماء. ولكن مع غروب الشمس فوق بحيرة سنتر هيل، تعمقت الظلال وبدأت الأسرار في الكشف. ما كان من المفترض أن يكون عطلة نهاية أسبوع خالية من الهموم، سرعان ما أصبح لغزاً مؤرقاً، تاركاً الأسئلة التي لا تزال قائمة حتى يوم هذا. في حلقة اليوم، نتعمق في الأحداث المحيرة التي أحاطت برحلة لورين إلى موقع تخييم بعيد على ضفاف البحيرة، حيث يخفي الظلام لغزاً مقلقاً، مما يلقي بظلاله على ذاكرتها ويغذي سعيها الدؤوب للحصول على إجابات. كانت لورين تايلور آجي امرأة شابة مفعمة بالحيوية، ولا يمكن إنكار حماستها للحياة. ولدت في بيولسكي ميسيسيبي في عام 1993، ونشأت في هندرسونوفيل تينيسي مع والدتها شيري وزوج والدتها مايكل وثلاثة أشقاء. كانت لورين مليئة بالطاقة وشغوفة بالرياضة والرقص، حتى أنها حصلت على مجموعة من الميداليات في الجمباز. كانت مهاراتها في الرقص مثيرة للإعجاب لدرجة أنها تلقت عرضاً للمنحة الدراسية، لكنها اختارت دراسة العدالة الجنائية بدلاً من ذلك. بدت حياة لورين مثالية، فقد كانت لديها عائلة محبة وأصدقاء مخلصون، وكان أمامها مستقبل مشرق. تغير كل شيء في صيف عام 2015 عندما قررت لورين حضور وايك فيست، وهي بطولة سنوية للتزلج على الماء في سنتر هيل بولاية تينيسي. كان رفاقها في الرحلة هم صديقتها المفضلة هانا بالمر، وصديق هانا آرون ليلي، ورجل يدعى كريس تاون الذي التقت به لورين للتو. اشتهر المهرجان بحفلاته الصاخبة والإفراط في تناول المشروبات الكحولية، مما مهد الطريق لما سيصبح قصة محيرة ومأساوية. كان لدى والدة لورين شيري تحفظات على صداقة هانا، حيث شعرت أنها كانت متحيزة وغير صادقة، ومع ذلك سمحت للورين بالذهاب على الرغم من أنها لم تستطع التخلص من شعورها بعدم الارتياح بشأن الرحلة، ولم تكن تعلم أن هذه ستكون المرة الأخيرة التي ترى فيها ابنتها على قيد الحياة. كانت أيام المهرجان مليئة بالشرب والرياضات المائية والغوص على المنحدرات مع القليل من الإشراف. تعرضت لورين لإصابة طفيفة في الرأس أثناء الغوص في الهاوية، لكنها بدت بخير وواصلت الاستمتاع بالاحتفالات. ومع حلول الليل، عادت المجموعة إلى موقع المخيم المنعزل الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق القارب، وهي رحلة مظلمة بشكل مخيف لم تتوقعها لورين. استقروا ليلاً حيث تقاسمت لورين وكريس الأرجوحة الشبكية الموضوعة بشكل غير مستقر بالقرب من منحدر شديد الانحدار. لم يكن الموقع ملكية رسمية لوايك فيست، ويفتقر إلى تدابير السلامة المناسبة. حاولت لورين تأمين ترتيبات نوم أكثر أماناً لكنها فشلت، حتى أنها التقت بصديقة حذرتها من التخييم هناك بسبب مخاطره، ومع عدم وجود خيارات أخرى قبلت الوضع على مضض. في صباح يوم 26 يوليو، استيقظت هانا لتجد لورين مفقودة من الأرجوحة. في حيرة وقلق بحثت عنها هي وكريس ليجد حاجياتها الشخصية متروكة في موقع المخيم. علمت هانا أن لورين لن تغادر أبدا بدون هذه العناصر، لكنهم افترضوا أنها تتجول مؤقتا. وبعد ساعات اكتشف صيادان جثة لورين هامدة تطفو في خليج صغير بعيد. أثار موقعها شكوكا فورية، كان بعيدا عن موقع المخيم، وكان التيار يتدفق في الاتجاه المعاكس. بدا من المستحيل أنها سقطت هناك عن طريق الخطأ. عندما تم تنبيه السلطات، اقترب آرون ليلي أحد أعضاء المجموعة من مكان الحادث لسبب غير مفهوم، وكشف عن علمه بوفاة لورين حتى قبل أن ترى الشرطة جثتها، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول تورطه ومعرفته بالوضع. كانت نتائج تشريح جثة لورين محيرة. كان لديها ضعف الحد القانوني للكحول في نظامها، واعتبرت سبب الوفاة صدمة حادة في الرأس واحتمال الغرق.
ومع ذلك شكك شخصان، الضابط خارج الخدمة كريسي أرشتوك وعالم الطب الشرعي مارك جيليسبي في الحكم الرسمي. وأشار مارك إلى أن إصابات لورين لا تتوافق مع السقوط، ولم يكن لديها ماء في رئتيها وهو ما يتعارض مع الغرق. طلبت شيري تايلور والدة لورين المساعدة من المحققة الخاصة شايلا يوسوكي التي عرفت بسجلها الحافل في حل القضايا الباردة. لم تعتقد شايلا أن وفاة لورين كانت نتيجة غرق عرضي. كشف تشريح الجثة عن عدم وجود ماء في رئتي لورين. كان اعتقاد شايلا أن لورين ماتت قبل وضعها في الماء، وهي ترى أن لورين كانت تحاول الهروب أو القتال، ونتيجة لذلك سقطت للخلف وضرب رأسها مما تسبب في صدمة شديدة، وكان هذا سبب وفاتها. كانت هناك أيضا كدمات على فخذي لورين، والتي اعتقدت شايلا أنها ربما تكون ناجمة عن ركوع شخص ما عليها وإمساكها للأسفل. كشفت المقابلات مع هانا وأرون وكريس عن تناقضات في قصصهم مع تغير رواية هانا بشكل متكرر. أدى افتقارهم إلى التعاطف وحقيقة استمرارهم في الاحتفال بعد وفاة لورين إلى زيادة الشكوك. تقدمت كاسي فرانك صديقة أرون السابقة بتفاصيل تاريخه من العدوان وسوء المعاملة، والذي يعكس العلامات الموجودة على جثة لورين. على الرغم من الأدلة والشكوك المتزايدة، ظلت القضية مصنفة رسميا على أنها حادث، حتى أن هانا وأرون انتقل إلى فلوريدا معا وواجه ردود فعل عنيفة عبر الأنترنت، بما في ذلك اتهامات بتورطهما في وفاة لورين. ومع ذلك تمت إعاقة دعوى القتل الخطأ التي رفعتها شيري عندما رفض الثلاثة هانا وأرون وكريس الإدلاء بشهادتهم، وتم رفض جزء هانا من الدعوة. حتى يومنا هذا تظل وفاة لورين لغزا، وترفض عائلتها جنبا إلى جنب مع المحققين المصممين التخلي عن السعي لتحقيق العدالة. ربما لا تزال الحقيقة بعيدة المنال، لكن ذكرى لورين تايلور آجي لا تزال حية، مما يلهمهم الأمل في أن تسود العدالة يوما ما. ومع تحول الأيام إلى أسابيع ثم أشهر، تعمق حزن عائلة تايلور وتزايد إحباطهم مع مرور كل يوم. رفضت شيري قبول أن وفاة ابنتها كانت مجرد حادث، ولم تستطع فهم فكرة أن لورين بكل طاقتها وأحلامها سقطت ببساطة من الأرجوحة وغرقت. أدى تصميم شيري على كشف الحقيقة إلى تعيين شايلا وهي محققة خاصة معروفة بسعيها الدؤوب لتحقيق العدالة. كانت شايلا التي لم تكن غريبة على المأساة مصممة على مساعدة شيري في العثور على إجابات، تماما كما ساعدت في حل جريمة قتل زميلتها في الغرفة في الكلية منذ سنوات. بحثت شايلا في القضية بتفان لا يتزعزع. لقد قامت بفحص كل الأدلة، وأعادت فحص تقرير تشريح جثة لورين، ودققت في صور مسرح الجريمة، وما وجدته لم يؤدي إلا إلى تعزيز قناعتها بأن شيئاً شريراً قد حدث في تلك الليلة المصيرية في بحيرة سنتر هيل. أحد الأدلة الأكثر إثارة للقلق التي كشفت عنها شايلا هو وجود نزيف في رقبة لورين، كانت علامة واضحة على الاختناق، ولم تتناسب مع رواية السقوط البسيط. اكتشفت شايلا أيضا أن المحققين الأوليين أهملوا اتخاذ الخطوات المناسبة عند إرسال جثة لورين لتشريح الجثة. كانت هناك علامة عض على صدر لورين، وهي علامة شائعة على الاعتداء الجنسي، ولكن تم تجاهلها. ومع ذلك فإن أكثر ما حير شايلا هو أن ملابس لورين لا تتناسب مع ملابسها، وأكدت شيري أنها لم ترى لورين ترتدي الزي الذي وجدت فيه من قبل، ولا حتى حمالة الصدر التي كانت ترتديها، وبدا كما لو كان شخص آخر يرتديها. علاوة على ذلك كان حزام حمالة صدرها متشابكا، وهو إزعاج لا تتحمله معظم النساء. كانت ثلاث مشابك حمالة الصدر غير مستخدمة، مما يشير إلى أن لورين لم ترتدي ملابسها بنفسها. وقد تقاعست السلطات عن إجراء تحقيق شامل في هذه التفاصيل المثيرة للقلق. أصروا على أن إصابات لورين كانت متسقة مع السقوط، ورفضوا النظر في إمكانية وجود خطأ. قالوا إن العلامات الموجودة على جسدها بما في ذلك علامات العض كانت نتيجة الصخور التي من المفترض أنها ضربتها وهي في طريقها إلى أسفل التل. لم تكن شايلا راضية عن هذه التفسيرات، وأعربت عن اعتقادها بأن الأدلة تشير إلى سيناريو أكثر شراً.
قالت إن سحق حلق لورين كان شديداً جداً بحيث لا يمكن أن يكون سببه اصطدام عرضي بصخرة، واقترحوا بقوة الخنق. ومن الممكن أن تكون الإصابات الأخرى مثل كسر الأنف وكسر الأصابع قد حدثت نتيجة السقوط، لكنها قد تكون أيضاً نتيجة صراع مع أحد المهاجمين. أحد الأدلة التي أثارت شكوكاً جدية حول الرواية الرسمية هو حقيقة العثور على جثة لورين طافية. في معظم حالات الغرق تغرق الجثث بسبب امتلاء رئتها بالماء. يشير غياب الماء في رئتي لورين إلى جانب طفو جسدها إلى أنها كانت ميتة بالفعل قبل دخولها الماء. لقد كان اكتشافاً مخيفاً ألقى بظلال الشك على الحادث المفترض. كان الدليل المحير الآخر هو وجود علامة مثلثة على معدة لورين. يعتقد البعض أنه قد يطابق الشكل الذي قد ينتج إذا تم تثبيت شخص ما على حافة الزورق. وألمحت هذه النظرية إلى تورط أصدقائها، حيث استخدموا زورقا للوصول إلى موقع المخيم الخاص بهم. ومع ذلك أثار ذلك تساؤلات حول الخدمات اللوجستية، لأنه يعني ضمنيا أن الجزء العلوي من جسدها كان في الزورق بينما كان الجزء السفلي من جسدها في الماء، وهو الوضع الذي من المحتمل أن يتسبب في انقلاب الزورق. ولدعم نظريتها أجرت شايلا أكثر من 50 اختبار مع عارضة أزياء بطول ووزن لورين، وأظهرت النتائج أن معظم عارضات الأزياء تشابكت في الفرشاة السميكة في طريقها إلى أسفل الجرف. حتى لو وصل جسد لورين إلى القاع كان عليه أن يتدحرج فوق عدة أقدام من الصخور قبل أن يهبط في الماء، وكان عليه أن يطفو حول منحنى يبلغ 35 قدما في الماء، على عكس تدفق التيار للوصول إلى الخليج حيث تم العثور عليه. وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى وجود جريمة، رفضت السلطات إعادة فتح القضية. ظلت وفاة لورين مصنفة على أنها حادث، الأمر الذي أثار استياء عائلتها وشايلا. إن الافتقار إلى العدالة لم يؤدي إلا إلى تعميق الألم الذي شعروا به بسبب خسارتهم. وفي أعقاب وفاة لورين أثار سلوك أصدقائها المزيد من الشكوك. بدت هانا وأرون وكريس غير مبالين بشكل غريب بوفاة صديقتهم المأساوية. لقد نشروا صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليقات مثل أفضل عطلة نهاية أسبوع على الإطلاق، ولم يحضروا جنازة لورين. كان الأمر كما لو كانوا يحاولون محو ذكرها من حياتهم. بعد شهرين انتقلت هانا وأرون إلى فلوريدا معاً، تاركين وراءهما سلسلة من التعليقات والاتهامات حول وفاة لورين. وعلى الانترنت واجهوا وابلا من الغضب والشك من الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم متورطين في وفاتها. وعلى الرغم من رد الفعل العنيف إلا أنهما واصلا حياتهما وكأن شيئا لم يحدث. في عام 2021 رفعت شيري تايلور دعوى قضائية بقيمة 10 ملايين دولار تتعلق بالقتل الخطأ ضد هانا وأرون وكريس. ومع ذلك اختار الثلاثة ممارسة حقهم في التعديل الخامس ورفضوا الإدلاء بشهادتهم. حكم القاضي بعدم وجود أدلة كافية لمواصلة دعوى القتل الخطأ، وظلت الدعاوى المدنية ضد أرون وكريس معلقة. لا تزال قضية لورين تايلور آجي يكتنفها الغموض، وتم تصنيفها رسميا على أنها حادث. ولكن بالنسبة لعائلتها ومؤيديها الثابتين فإن البحث عن العدالة مستمر. إنهم يرفضون ترك ذكرى لورين تتلاشى في الظل، معتقدين أن الحقيقة ستظهر يوما ما وستتم محاسبة المسؤولين. إن البحث عن إجابات في قضية لورين لم ينتهي بعد، ولا تزال العائلة والمؤيدون حازمون في سعيهم لتحقيق العدالة للشابة النابضة بالحياة التي انتهت حياتها بشكل مأساوي. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.